في قرية المطير في الأحساء وقبل أفول شهر شعبان بأيام يحيي الأهالي موروثا شعبيا ضاربا بأعماق التاريخ، حيث يجتمع الأهالي قرب عين الحويرات في يوم القرش وتمتد الأيادي بالعطاء للفقراء وتمتد الموائد الكبيرة تعبيرا عن الشوق لرمضان. بالقرب من عين الحويرات في قرية المطيرفي ينسج الأحسائيون قصة يوم القرش. هنا منذ مئات السنين حافظ أهل الأحساء على موروث ثقافي أسهم في مساعدة المحتاجين من أهل القرى. هذا آخر يوم من شعبان يسمونه ذيك الحين أهلنا الأوليين يسمونه يوم القرش. هذا يوم القرش يعطونا يفرحون الفقارة، يصدقون عليهم بنص ريال بريال بقرش بس جدا، يعني يعطون الفقارة يفرحون الجهال. ذيك الحين ما هنا هالمواد، يعني ما في مواد، كلش الناس ضعف حيل، ويسمونه يوم القرش. يتبرعون حق الفقارة ذيل الأوادم العادلة ويجتمعون ويسوون في أكلات عبارة ذيها الشعبية، هذا عبارة الجريش والرز الحساوي وذي الكبسة وانت خابر، يعني يفرحون بهذا ونسميه يعني فرحة، ومجبل عليهم شهر رمضان مبارك نسميه يوم القرش. آخر يوم شعبان مقبل عليهم شهر رمضان، ففي ناس فقرة مسكين بيجيهم بكرة الليلة بيصومون حق بكرة، مثل اليوم القرش والليلة بيصومون حق بكرة، ما عندهم شيء لسد حولهم فيتبرعون لهم سموه يوم القرش يفرحون الفقير. في بساتين النخيل المتاخمة لعين الحويرات تنعقد أكبر الولائم في تلويحة وداع لشهر شعبان واستقبال حافل لشهر رمضان وأيام الصيام الطويلة. أول كان ما في كهرباء، فتلاقيهم إلين المغرب كذا، لبعد المغرب صلاة المغرب صلاة العشاء، ونذكر شوف حلاوة الضوء يطلعون بين البساتين على النهر الثبر هذا، الجماعة قاعدين عوائل، يعني كل عائلة مختصة الحالة، فتشوف اللي بعضهم يجيب السراج بعضهم يجيب التريك، وتشوف لهم روحانية، وبعده ما في تقريبا، أنا اللي أنا أشوف بس أنا أستمع الأهل يعني، لكن ما في سيير، في ناس أجلك الله على حمير يجون مثل من القرى من الجليد من قير من كل ما والمناطق اللي بعيد وغير يجون لا على السيير. قديما يا طويل العمر مو بس في مطيرفي، جميع القرى في الأحساء مشهورة باللي يسمونه يوم القرش. قبل كم يوم قبل رمضان يعني يجهزون حق هاليوم هذا، فيهم أكلات اللي هي القديمة، عيش حساوي، لحم، دجاج، عين من هالقبيل كذا، بس الحين تطورت، الحين قاموا يسوون اللي هو الأكلات الرمضانية، القيمات وهريس كذا يدمجوها مع هذه يوم القرش عشان تجهيز حق الموضوع، ويأخذون خبرة في الموضوع بدايتنا السنة من السنة للسنة متى بيسوي القيمات ما القيمات وكذا، لكن الحين ابتدوا بدايات من نهاية شعبان يشتغلون في الحاجات هذه الرمضانية. يودع الأحسائيون شهر شعبان بقلوب وأيد ممدودة بالخير وشوق كبير إلى رمضان. عوض فياض MBC المطير في الأحساء.